كرة قدر ذلك عن طريق ميلر، كرة خطيرة للبايرن، جول. كيميش المبدع، كيميش الرائع، خرج من هنالك وسجل جول. ولا أروع يا كيميش، افتتح مجال التسجيل للبايرن عند الدقيقة 28 من عمر المباراة. ليست هي المرة الأولى التي يسجل فيها كيميش، هي الثالثة هذا الموسم في دوري الأبطال، هو السادس في مشواره يا كيميش. لم يقتل عليها ليفاندوفسكي وريبيري، كيميش مارسيلو، جول جول جول. في غفلة من دفاع البايرن، مارسيلو يسجل جول من ذهب، مارسيلو يسجل جول، وزنه من ذهب على الطاير. شوف كيف تحول لاعب الريال بكثافة عددية كبيرة، بوم، حط مارسيلو في الجهة اليسرى للرايش أمام دفاع ألمانيا يتفرج على كرة طايشة. لوكاس أساسيو، با 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 جول. لوكاس وأسنسيو يصنعان الفارق، الريال مرعب يسجل هدف ثاني، خطأ فادح في دفاع البايرن، انطلق الصغيران الواعدان لوكاس فاسكيس وأسنسيو يطيحان بالبايرن في ميونيخ، ويسقط هينكيس يبقى جالسا. ليلة مرعبة للبايرن في ميدانه. آه يا رافينيا ماذا فعلت؟ الصغيران رافينيا spoken. Don't ever forget your golden. I will find the light in your soul.